أقول لكم بمناسبة مباراة القمة إن أول قمة في الدوري أقيمت في رمضان كان 7 رمضان 57، والنادي الأهلي حقق الفوز بهدفين للكابتن الدزوي، وكالعادة إن شاء الله تكون آخر قمة برضو نصيب النادي الأهلي الفوز إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله. خليني بس يعني أثني عليك وأحييك، ببقى سعيد قوي بشباب النادي الأهلي اللي بيبقوا حريصين الحقيقة على الإحصاءات والبحث والتنقيب عن التاريخ، لأنه دي حاجات مهمة جدا الحقيقة نعيد تذكير جمهور النادي الأهلي بيها. ومحمد حقيقة واحد من هؤلاء الإعلاميين الشغوفين بالأرقام والتحليلات، فأنا شخصيا أول مرة أعرف أنه أول قمة في رمضان كانت سنة 57، ده شيء عظيم. لكن عايز أقول لحضراتكم النهاردة قبل كمان يعني ما نستزيد في الحديث عن مباراة القمة المرتقبة، وإن شاء الله مباراة وتعدي، حضراتكم عارفين أنه أيام رمضان في إصابات كتير في النادي الأهلي الفريق الأول، في تلاحم مباريات وضغط مباريات كبير، وبالتالي أيا كانت النتيجة اللي بنتمناها طبعا فوز لفريقنا كالمعتاد، لكن في كل الأحوال هي في النهاية مباراة في كرة القدم بين فريقين شقيقين في شهر كريم تخرج بشكل محترم بإذن الله.